تحولت جميع الأنظار إلى الانتظار. لقد أعطيت الطعام للبشر في الوقت الذي حددته، وأشبع كل حي وفقا لرغبتك. فليبارك الذي يقدس الشباط، فليبارك الذي يخرج الخبز من الأرض، فليبارك الذي يخرج الخبز من الأرض. المعبد كان مليان قد ايه النهارده؟ الناس كلها كانت بتدعي ان الحرب تعدي على خير. مفيش اخبار عن علي؟ انت قلقان علي قوي والهانم. بيقولوا الاسرائيليين بيحققوا انتصارات في غايه القوه والشراسه. مش حقيقي يا بابا، راديو بيقول غير كده. اسمعي البي بي سي تعرفي الحقيقه. ما هم اللي بعتينه. مين بعت مين؟ الانجليز بعتيني الصهاينه. ما تنسيش ان هم يهود زينا. يهود اه بس مش زينا. احنا اللي عايزين نحتل ارض حد ورا نموت حد. انتي صغيرة ما تفهميش في السياسة. وموسى هو اللي بيفهم مش كده؟ حخام سألني عليه، ما عرفتش أودي وشي منه فين. وكمان يعني مش عارف يبعت حتة جواب من اسكندرية. ماما انتي بجد مصدقة ان هو في اسكندرية؟ ابني ما بيكتبش. ده مين ده اللي هيجي دلوقتي والكل عارف ميعاد العشاء؟ جايز موسى. أنا هقوم أشوف مين. أفن مساء الخير. مساء النور. وده منزل موسى هارون؟ أيوة حضرة. في حاجة؟ هو موجود؟ لا هو مسافر. من فضلك أول ما يجي قول له يعدي عليا في اسم الجمالية. خير. أنا معاون قلم المباحث حسن بشير. يا ترى ايه سبب الاستدعاء؟ بلغنا انه جمع تبرعات بدون اذن الجهات المنوطه. نحب نعرف ليه وارسلها لمين؟ اول ما يجي السفر هبلغه يعدي رسالتك. سعيده. سعيده مباركه. الموضوع مريب قوي يا بابا. البيه كان بيلم مننا تبرعات لاسباب تدعو للشك. عيب لما تقولي كده على اخوكي. طب فسري لي زياره البوليس لينا دلوقتي. يا سلام، شيء متوقع طبعا بعد الحرب ان هم يشكوا في كل اليهود. وليه مش انت ولا انا ولا بابا؟ بطل النار بقى، انا قلبي واكلني عليه. يا ترى هيكون راح فين ده؟ انا بكره هعرف هو راح فين. اهلا اهلا. بونجور ليلى هانم. بونجور صفوت بيه. لا صفوت بس، طلع عايزين اقول لك ليلى هانم، احنا شباب زي بعض والحاجات دي خلاص، دي موديل. وبعدين انت اخت موسى اعز اصحاب. بمناسبه اعز اصحابك، هو فين يا صفوت؟ في اسكندريه زي ما قال لكم. انا اعرف ان الشاب الجونتي ما يكذبش ابدا، ولا انت ليك راي تاني؟ انت عشان ليكي معزه خاصه عندي انا مضطر اقول لك هو فين. ابني ما بيكذبش مش كده؟ يا ريته كذب يا ماما، يا ريته كذب. ابني خاين. ايه اللي انت بتقولي ده؟ ايه الحقيقه اللي انت مش عايزه تسمعيها؟ ابني خان البلد اللي عاش وتربى فيها، خان ابويا اللي عمل فلوسه من هنا، خان الفلاحين الغلابه ولاد البلد الجدعان، خان الفقراء اللي بيحوشوا طول السنه عشان يجيبوا مترين بوبلين ولا متر ستان للفرح. ابنك خان عشان انت ولدتيه يهودي مصري مش يهودي اسرائيلي، ولا عمره هيكون. اقول تاني بقى اقول لك فيها كده. عجبك اللي بنتك قالته ده؟ Thank you.
عليكي هتلحق على مين ولا على مين؟ كل واحد بشطارته يا فندق. كده؟ طيب. اجتهدوا يا بنات. عاجبك يا قبلتي اللي بيحصل ده؟ انت لازم تحطي حد اللي اسمها زهره دي. مالها الموقوسه دي عملت ايه؟ بقى ينفع يا قبلتي بعد ما ظبطت المعلم بقالي ساعة عشان يطلع معايا تلهفه مني؟ قلت عادي مش مشكلة، ظبطت البيه اللي فند التاني كمان لهفاته، ليه يعني؟ مفيش غيرها ولا ايه؟ اهمدي يا بت، اجتهدي يا اختي، وبعدين احنا شعارنا الزبون دايما على حق، والرجالة هي يا اختي على قفا من يشيل، شدي حيلك انتي بس. وبعدين يا فردوس، البت زهرة دي اجرتها عالية، يعني الفيزيتا هتبقى الدبل. اهو كلامكم ده هو اللي مفرعنها علينا. روحي يا بت، روحي شوفي شغلك واتلم. ما سمعتيش حاجه عن الواد الوطي؟ عارفين هتعملوا ايه يا رجاله؟ ما تقلقش يا نطاط، اسم المعلم انك تهات. يا يلا خشوا على الجعرات دول. واجب يا سيدي. قومي العوافي. يلا يا رجالة. بقى الواد الهفا اللي العشرة منه بنكلة، اللي كنت أبص له يعملها على روحه يبقى فتوة. سفخص على ده زمن. على فكرة بقى معلم، الهجوم اللي حصل على شلدن ده والفضيحة اللي عملوها له إحنا المقصودين بيها. يا سلام على دماغك ونباتك يا جوهري. تشكر يا معلم. ما تيجي تقعد مكاني يا واد، جبت التايه بروح أمك. طب ما أنا عارف. وانتوا يا رجاله الغبره تشوروا بينا اعملوا. انا بقول نتكل على الله ونضرب ضربتنا ونقدمه يا معلم. صح يا عنتر، احنا نستنى لما يسكر ولا يبقى لوحده وناخده على اخوانا. لا، اللي زي النطاط ده لازم يتضرب قدام الناس كلها، لازم تبقى فضيحته بجلاجل ويبقى عبره لمن لا يعتبر. وبعدين ايه اخوانا دي؟ انا شرفي كفتوه يمنعني ان انا اخده على اخوانا. امال الخناقات اللي كنا بنعملها دي كانت عليها يا معلم؟ ما كانت على اخوانا برضو. الله، انت هتمسك لي على الواحده يا جوهري؟ طب ما تروح لحكيم يا اخي. وطي صوتك، البنت تسمع. خليها تسمع عشان تشوف اللي معتبره مثل اعلى وهو. ارجوكي ما تكمليش. يا أخي حرام عليك، أنا تعبت. ده أنا لسه في عز شبابي، ده اللي في سني لسه ما اتجوزوش. عيب عليك يا مقدسة، دي بنتك خلاص بقت عروسة. عيب عليا أنا برضو. أنت رايح فين متأخر كده؟ عندي مشوار دلوقتي. أنا حر. ماشي يا سي حر.